أكثر من 10 أيام مرت على زيارة وفد الشرعية إلى تعز، الزيارة التي رافقها نشاط مكثف لم يقتصر على المشاركة في الاحتفال بذكرى ثورة سبتمبر، بل تجاوزه نحو تطبيع الحياة العامة، وهو التطبيع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية الذي وصف تعز بالمدافعة عن كرامة اليمنيين وشرعيتهم، موجها بالتعامل معها كمحافظة محررة. نريد أن تعود تعز كما عهدناها، نموذج للدولة المدنية المنشودة. وخلال الأيام الأخيرة من الشهر الماضي ركز وفد الحكومة على حلحلة بعض المشاكل التي تواجه تعز، حيث ناقش جباري ترتيبات تحرير المناطق غير المحررة، وأشرف على عودة المؤسسات التعليمية لوضعها الطبيعي، مؤكدا خلال زيارته جامعة تعز على أن تعز تمثل لليمن مشروع حياة. زيارة وفد الحكومة لمناطق المواجهات مع الميليشيا وحضوره حفل تخرج الدفعة الثانية من قوات الشرطة العسكرية في مدينة تعز ودفعة من القوات الخاصة في المعافر بريف تعز حمل العديد من الرسائل، ما جعل مراقبين يؤكدون وجود توجه جاد من الحكومة نحو تعز بعد أكثر من سنتين من التجاهل. بنظر عسكريين فإن الاهتمام المفاجئ من الشرعية بتعز استفز ميليشيا الانقلاب التي قامت بقصف مقر اللواء 17 مشاة أثناء تواجد الوفد الحكومي بداخله. وسنشكر الآخرين كثيرا أيضا عندما يبادروا من أنفسهم ويخرجوا من مؤسسات الدولة التعليمية وغير التعليمية. لكن تساؤلات كثيرة لم تجب عليها زيارة الوفد الحكومي، منها موقفه من الكتائب السلفية التي ترفض تسليم المؤسسات الحكومية والاندماج بالجيش، وهل هذا الاهتمام المتأخر بتعز بداية انطلاق لاستكمال تحرير المحافظة، أم أنه مجرد تهدئة غضب تعزي يكاد أن ينفجر من تخاذل الشرعية وأخطاء التحالف؟